بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله النهاردة هنشرح لكم محاضرة عن Measuring Body Temperature. Learning Objective: We will identify the instrument used in measuring body temperature, identify the normal range of body temperature, we will describe the different abnormality of body temperature. Content of this lecture: the technique of measuring body temperature, normal range of body temperature, different abnormality of body temperature. We will define high fever, hyperthermia, hypothermia, and we will mention the main causes of these abnormality. The technique of measuring body temperature. أول حاجة بيبقى فيه لازم نعرف right approach ولازم نعرف precaution. Right approach, one important rule is that you should always stand on the patient right side. دايما يفضل وانت بتفحص العيان ان انت تقف على ناحية العيان من ناحية اليمين. All standard examination technique formulated with this orientation in mind. دايما وانت بتفحص العيان تقف على الجنب اليمين في كل معظم مراحل فحص العيان. البريكوشن قبل ما تبدأ الاكزامينيشن تعمل patient greeting تحيي العيان تقدم نفسك. Take permission and explain to him what are you going to do. تقول له أنا هعمل إيه بالظبط. Ask the patient to sit down or take comfortable position. ودايماً بيبقى فيه respect للpatient ودايماً بيبقى فيه maintain للconfidentiality والسرية بتاعة العيان. The patient must not take hot drink or cold drink or doing exercise 15 minutes before measuring temperature. تقول له ما تشربش حاجة ساقعة ولا حاجة سخنة قبل ما تبدأ تقيس الحرارة. Now we will start with an instrument used in measuring body temperature. We record the patient temperature using one of the following medical thermometer. Mercury thermometer, digital electronic thermometer, and the digital infrared thermometer. We will start with a classical mercury thermometer, الترمومتر الطبي الزئبقي. الادفانتج بتاعته ان هو gold standard وaccurate and cheap. Disadvantage: mercury toxicity if broken in the mouth. ممكن لو اتكسر في بق العيان يعمل تسمم الزئبق. دي حاجة خطر جدا. الترمومتر الطبي الزئبقي بيبدأ من تدريجه من 35 درجة سيليزية إلى 42 درجة وكل درجة مقسمة إلى 10 أجزاء. ده شكل من أشكال الترمومتر الزئبقي الميركوري ثرمومتر وزي ما انتم شايفين عمود الزئبق الفضي وهو موجود وموجود قدام طالع قدام الخلفيه البيضه اللي قدامه دي اللي وراه وبنلاقي ان هو المؤشر بنلاقي ان هو بيقول ان درجه الحراره عندي 37.4 و بيبقى فيه الجزء الفضي ده اللي هو المستودع بتاعه وده هو اللي احنا بنحطه في المكان اللي هنقيس فيه الحراره. ده اشكال مختلفه من الميركوري ثرمومتر بعضها بيبقى سهل ان احنا نقدر نقيس بيه وبعضها بيبقى صعب في اشكال مختلفة. تاني حاجة الديجيتال الكترونيك ثرمومتر الادفانتج بتاعته ان هو easy to use, rapid and cheap. رخيص وسهل بيدينا القراءة بسرعة. الديسادفانتج ان هو less accurate ما هوش دقيق compared للميركوري تايب مقارنة بالترمومتر الزئبقي بيبقى الاكيروسي بتاعته اقل. زي ما انتم شايفين ان هو بيبقى فيه جزء زئبقي جزء فضي ده اللي هو بنسميه السنسور بتاعه اللي بيحس بالحراره وفي الشاشه اللي بيظهر عليها الارقام زي ما انتم شايفين وفي الزرار البيضاوي دوت اللي هو الاون واوف باتون اللي انا بولع بيه الجهاز والجزء بقى المربع ده سواء الازرق او الاحمر ده اللي هو فيه الدائره الكهربائيه. تالت نوع ديجيتال انفراريد ثرمومتر فور اير الادفانتج ان هو فيري فيري رابيد ان انا ممكن يطلع لي القياس في خلال ثانيه او ثانيتين. الديس ادفانتج ان هو اكسبنسيف كومبيرد تو ميركوري تايب اند ليس اكوريت كومبيرد تو ميركوري تايب. نون كونتاكت انفراريد ثرمومتر او بنسميه ثرمومتر جان ده شكل تاني من اشكال الترمومترات وده بيعتبر نون كونتاكت ما بيلمس العيان. الادفانتج بتاعته ان هو very rapid ونون كونتاكت and can be used in outbreak of some emerging disease زي ما حصل في الفتره دلوقتي اللي هو مرض الكورونا او الكوفيد 19 ان هو ده بيستخدم في المطارات وفي المكاتب وفي المولات والهوتيلات ان ممكن يبدا يعمل سكرينينج كده الشخص ده عنده سخونه ولا لا عشان يعدي او ما يعديش.
زي ما انتم شايفين هو شكله عامل زي المسدس، بيبقى فيه زرار صغير البنفسجي ده ان انا ممكن ادوس عليه عشان اشغل شعاع الليزر، ودي الشاشة اللي بيظهر عليها الارقام، ودي زراير اللي انا ممكن ببدل بينها ان انا اقول له عايزه اقيس بانهي مقياس، الدرجه المئويه ولا المقياس التاني، ان انا عايزه اشتغل في انور الشاشه ولا اشتغل في الضلمه او انور الشاشه، او ان انا ممكن كمان ان انا اقول له لا اطفي شعاع الليزر ومش عايزه شعاع الليزر، ان انا ممكن كمان يحدد لي المسافه اللي انا هقدر اعمل اللي انا عايزه اقيس عندها درجه الحراره. طبعا هو زي ما احنا قلنا ان هو اكسبنسيف ونوت اكوريت 100% كومبيرد تو ميركوري تايب. سايت اوف ميجرنج البودي تمبريتشر، ايه الاماكن اللي انا ممكن اقيس منها الحراره؟ اول حاجه الماوس، ودي هي الستاندرد ميثود. تاني حاجه الاكزيلا، تالت حاجه الريكتوم، رابع حاجه الاير، الاكسترنال اوديتروميتس الاذن الخارجيه، وفي كمان الفور هيد اللي هو الجبهه او من خلال الجبهه او السكين، وده بيبقى نان كونتاكت زي ما شفناه قبل كده. اهم حاجه قبل ما تستخدم الترمومتر لازم ان انت قاعده اساسيه وثابته ان انت بتعقمه في انتيسيبتيك سوليوشن زي الكحول، واهم حاجه ان الميركوري بيكون بنهز الترمومتر جامد لغايه ما الميركوري بينزل في المستودع اقل من 35 درجه. اول حاجه الاورال تمبريتشر فروم ذا ماوس، بنحط الترمومتر بعد ما نعقمه بحط وهزه، ببدأ بوصل لدرجة حرارة 35، بنزل الزئبق أقل من 35، بحطه تحت لسان العيان وأقول له اقفل بقك لمدة 3 دقايق. العيان بيتنفس من مناخيره وبتبقى شفافة مقفولة كويس أثناء الأوبزرفيشن عشان أقيس صح. أحيانا بيحصل فولس لو ريدنج. يعني إيه فولس لو ريدنج؟ يعني إنه العيان ممكن يبقى سخن لكن الترمومتر يسجل لدرجة حرارة أقل، ده في حالات الماوس بريسر، الناس اللي فاتحه بقها ومش قادره تقفل بقها، او incomplete closure of the mouse. الحاجه الثانيه اللي هو لو انا سبت الترمومتر فتره قصيره بدل ما اسيبه 3 دقائق سبته دقيقه، او الشخص شرب حاجه ساقعه قبل ما يقيس الحراره. في حاجه تانية اسمها فولس هاي ريدنج. يعني ايه؟ يعني هو بيسجل درجه حراره اعلى من درجه حراره الجسم. امتى دوت؟ لو انا عملت incomplete shaking of thermometer، ما هزتش الترمومتر الترمومتر كويس والزئبق نزل في المستودع وسبته عالي، فبالتالي ان انا ممكن يسجل لي الحراره اعلى من المطلوب، او لو الشخص ده شرب حاجه سخنه قبل ما يقيس الحراره. عشان كده زي ما قلنا لازم ناكد على العيان ما يشربش حاجه سخنه ولا حاجه ساقعه 15 دقيقه قبل ما اسجل الحراره. وي كانت يوز الاورال ميثود في حالات الأطفال، مش هقدر أقول للطفل افتح بقك أو اقفله. في الماوس بريسر، واحد عنده مشكلة في مناخيره مش قادر يتنفس بمناخيره، فبالتالي فتح بقه عشان يتنفس، فما ينفعش أقول له كمان اقفل بقك وحط الميزان الحرارة. لو في كونفالجن تشنجات عشان ممكن يكسر الترمومتر ويحصل تسمم من الزئبق، أو لو في واحد دخل في غيبوبة مش هقدر أتعامل معاه ومش هيبقى كوبرتيف معايا إن أنا أقول له افتح بقك أو اقفل بقك. اكزيلر تمبريتشر يعني بقيس الحراره من تحت ابط العيان من تحت الباط، واهم حاجه ان الاندر ارم تحت الباط لازم يبقى دراي ناشف قبل ما اقيس الحراره، ما يبقاش فيه عرق كتير وانا بقيس الحراره، ده ممكن ياثر لي على القياسات. ممكن نحتاج ان احنا نمسح البيشنت اندر ارم، يمسح البيشنت اندر ارم وذ دراي تاول، فوطه ناشفه كده نمسح تحت الباط عشان القياس يكون دقيق. استرلايزد كلينيكال ثرمومتر بالب اور تيب، ان احنا نجيب المستودع بتاع الترمومتر ده بعد ما عقمناه، ان انا بحطه في الاكزيلا وبعد كده بخلي العيان يعمل ادكشن، يعني يضم دراعه على الترمومتر فور 3 مينيت. ذا ريكورد تمبريتشر هاف ديجري لوور ذان اورال تمبريتشر. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا لو قست الحراره من تحت باط العيان قبل ما اسجلها في التذكره اضيف عليها نص وبعدين اسجلها. In conscious adult, temperature is taken either from the axilla or from the mouse. يعني أنا واحد conscious كبير ممكن إن أنا إيه بختار ما بين الماوس أو ما بين الأكزيلا. Rectal temperature بقيس الحرارة من الريكتم، وهي البيست أبروكسيميشن تو كور تمبريتشر، يعني هي أقرب واحدة لدرجة حرارة الجسم الداخلية. وبجيب الترمومتر بعمله sterilization، بعد ما اعمل له استراليزيشن بعمله لبريكيشن في ماده زي الجل عشان ان انا اقدر ادخله بسهوله جدا في الريكتوم فور 3 واحطه 2 مينتس. اللوبريكانت ده الاو ايزير انسيرشن، بيخليني ادخل الترمومتر بسهوله وبيزود البيشنت كومفورت ان العيان يبقى مرتاح اثناء الميجرمنت. التمبريتشر ثرمومتر تيب شود بي انسيرتد 3 to 4 سنتيمتر انتو ذا انال كانال.
We should never force the thermometer tip in if the resistance is encountered. يعني لو حضرتك لقيت فيه مقاومة أو مش قادر تدخل الترمومتر، ما بلاش العنف وأنت بتدخل الترمومتر. Indication for rectal temperature measurement in infant, comatose patient or unconscious patient, extremely ill patient, irritable patient, mouth breathers. وكمان ممكن في حالات الحروق، واحد عنده بيرن وفي حروق ومشكلته ان انا بيرن وداخل في غيبوبه، فانا مش قادره من كتر الحروق ان انا استخدم من تحت الباط وهو العين داخل في غيبوبه، فيبقى بالتالي الريكتال تمبريتشر هي الطريقه المثلى. The recorded temperature half degree higher than oral temperature. يعني ايه الكلام ده؟ يعني لما اقيس الحراره لو لقيتها مثلا 38 ما سجلهاش 38، بطرح منها نص واقول درجه الحراره 37 ونص. Don't use the same thermometer for both oral and rectal reading. Normal range of body temperature بقى ايه هو؟ Normal range من الماوس من 36.5 ل 37.2 درجة مئوية. Rectal and ear temperature بتبقى half degree higher than in the mouse, higher than oral temperature. يعني ايه الكلام ده؟ زي ما قلنا لو انا قست الحرارة من الريكتم او الاير مثلا لقيتها 38 بسجلها 37.5. طب لو انا قستها في الاجزلة ولقيتها 37، لا بضيف عليها نص واقول 37.5 اكتبها في دفتر العيان. There is normal diurnal variation in temperature. The lowest value recorded in the early morning في الصبح بدري من 2 ل 4 الفجر، وماكسيمال temperature بتبقى من 4 ل 6 العصر، وممكن الاقي درجة الحرارة مرتفعة شوية. Different abnormality of body temperature. ايه الابنورماليتي؟ اول ترم بنسميه هنا بقى ايه؟ الفيفر او بايركسي. اول ترم بايركسي او فيفر معناه increase البودي تمبريتشر above normal اللي اتفقنا عليه اللي هو 37.2. causes of fever او بايركسيا لو واحد عنده infection، عنده عدوى سواء كان فيروس او بكتيريا whatever. immunological disturbance اضطرابات في الجهاز المناعي، او عنده malignancy او رام، او درج بعض الادوية خد دواء معين على درجة الحرارة drugs، او brain injury واحد حصل له حادثة وحصل injury brain، ممكن مع الانجري ده وتشور اكشن كده بيحصل تمبريتشر بترتفع. في كمان بعض الاندوكراينال ديستربنس اضطرابات في الغدد ممكن يعمل لنا ارتفاع في درجه الحراره. ايه هي الفيسيولوجيكال كوزز اوف فيفر؟ احيانا ممكن واحد يقيس درجه الحراره ويبقى مقبول ان انا الاقي درجه الحراره اعلى من الطبيعي نص درجه، وممكن دي اعتبرها فيسيولوجيكال وما ادورش على سبب للفيفر. افتر فيجرس اكسرسايز واحد عمل تمرين عنيفه، افتر هوت ووتر باث واحد خد حمام سخن، after heavy meal أكلة جامدة، in woman ovulation associated with half degree rise in temperature، في كمان during the pregnancy أثناء الست الحامل ممكن درجة حرارة تبقى أعلى من الطبيعي، في الهوت ويزر الجو السخن ممكن بيبقى الواحد لو مشي في الجو السخن ممكن درجة الحرارة ترتفع، كذلك في الانفانتس. في كمان تاني ترم بنسميه الهايبر بايركسيا. هايبر بايركسيا معناه ايه؟ ان التمبريتشر اكتر من 41.5 درجه مئويه. ايه هي الكوزز اوف هايبر بايركسيا؟ واحيانا بنسميها هايبر ثيرميا. اول سبب الهيت ستروك اللي هو ضربه الشمس، واحد مشي في الصيف عز الحر، او واحد مثلا بيبني او بيشغال في مكان حر جدا وفي الشمس ومتعرض لدرجه الشمس مباشر ممكن يحصل له هيت ستروك، او الناس اللي قاعدين في اماكن ما فيهاش تهويه في عز الحر ممكن يجي لهم برضه في الاولدر ايج ممكن يجي لهم ضربه الشمس. في كمان تاني الانكفالايتس الالتهاب في المخ. في اذر كوزز دي لسه هتاخدوها انتوا لسه في سنه اولى طب، فبالنسبه لنا بنقول لكم بعض الاسباب، لكن بنقول لكم في اسباب تانية كتير هتعرفوها من اسباب الهايبر سيرميا او هايبر باريكسيا هتاخدوها تاني في سنه رابعه بالتفصيل. في ترم تاني بنسميه الهايبوثيرميا. هايبوثيرميا بنلاقي الكور ريكتال تمبريتشر بلو 35، يعني بعد بنقيس الحراره من الريكتم وجينا قسناها وبعد كمان ما حذفنا النص درجه هلاقي ان الدرجه موجوده اقل من 35 بقول عليها هايبوثيرميا. ايه الكوزز اوف هايبوثيرميا؟ شوك ستيج واحد بعد ما نزف نزيف كبير ممكن يدخل في شوك صدمه، ممكن كمان starvation لو ناس عارفين الناس اللي بيبقوا موجودين في المجاعات وفي الاماكن اللي ما فيهاش اكل ومفيش الاكل، الاكل ده هو اللي بيدينا الطاقه بيرفع درجه الحراره، فممكن في المجاعات العنيفه ممكن الاقي الناس تكون درجه حراره قليله او هايبوثيرميا بعض منهم يدخل في هايبوثيرميا.
ووتر اميرجنس اور نير دراونينج، لو واحد كان هيغرق وممكن لما يطلع من الميه نبدا نلاقي ان درجه حرارته قليله اقل من 35. في كمان تاني الالكحول انتوكسيكيشن، الناس اللي بتشرب كحول ودرجه حصل تسمم ممكن يحصل سيفير بريفرال فازو دايليتيشن، وده بيساعد على انخفاض درجه الحراره وبيحصل هايبوثيرميا. There is other causes of hypothermia، هتاخدوها بالتفصيل لما تكبروا شويه. الجدول ده بيبين لنا normal body ranges in temperature ranges in centigrades and grade of fever، زي ما اتفقنا normal body temperature من 36.5 37.2 من 10 درجة مئوية. امتى اقول واحد عنده فيفر او اقول عليه فيبرايل؟ لو كانت حرارته اكتر من 37.2. طب لو حرارته اكتر من 37.2 بيبقى ليها درجات، mild او low grade fever من 37.3 من 10 ل 38، moderate grade fever من 38.1 من 10 ل 39، هاي جريد فيفر اكتر من او يساوي 39 اكتر من 39 واحد من 10، هايبوثيرميا اقل من 35، والهايبر بايركسي او هايبر ثيرميا ده الترم ده لما لقيت درجه حراره اكتر من 41.5 درجه مئويه. في كمان التايبس اند باترن اور كورسز اوف فيفر، الفيفر كان بي كلاسيفايد انتو 3 تايب على حسب الديوريشن، اكيوت فيفر سب اكيوت فيفر اند كرونيك فيفر. acute fever بيبقى بسخن اقل من اسبوع، chronic sub acute fever ممكن من اكتر من اسبوع لكن ما بيتخطاش اسبوعين، الكرونيك فيفر او persistent fever لو درجه الحراره كان سخن اكتر من اسبوعين. في كمان تاني الفيفر بيبقى ليها specific course او several pattern، كورس معين او different pattern، اشكال مختلفه من الفيفر، لكن دي مش عليكم دلوقتي لان انتوا لسه في سنه اولى طب. more details on the fever will be discussed ان شاء الله في سنه رابعه طب. Thank you.